خلينا نروح لمقر جريدة اليوم السابع ومراسلتنا نورهان طمان عشان نتابع أهم الأخبار يعني الرياضية في الصحف والمواقع. ونورهان معاكي خبرين مهمين طبعا الخاص أول حاجة بتجديد عقد مبابي وتسجيله للهاتريك على طول يعني فور تجديده. والخبر الثاني اللي لفت نظري جدا فكرة هنا يعني نهائي مصري بنتكلم عن نور الشربيني ونورهان نوران جوهر في نهائي بطولة العالم للسكواش حاجة محترمة. خلينا نعرف منك. يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما قلت يا نهواند من مقر جريدة اليوم السابع ونطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. وأول منشط معانا من جريدة اليوم السابع عن طبعا المباراة العظيمة يعني اللي فاز فيها النادي الأهلي أمس بنبارك طبعا للفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني ومجلس الإدارة. المنشط كان بعنوان الأهلي يعود لسكة الانتصارات بعد غياب 4 مباريات. ريمونتادا معلول تقود الأحمر لفوز على فوز يعني على إنبي فوز قاتل. أبناء التتش يصححون المسار قبل نهائي أفريقيا رغم الغيابات. تغييرات موسيماني تصنع الفارق وتألق عبد القادر وكوكا. طبعا زي ما منشط اليوم السابع يعني يمكن ملامحه أظهرت قد إيه مباراة أمس كانت مهمة وملحمية من لاعبي والنادي الأهلي وسط غيابات كتيرة جدا في خط النص والدفاع حمدي فتحي وإليو ديانج وعمرو السولية وأيمن أشرف وياسر إبراهيم يعني كوكبة كبيرة جدا من النجوم. ولكن دايما زي ما احنا بنقول الأهلي بمن حضر وبنتيجة أمس الأهلي بيقفز للمركز الثالث برصيد 37 نقطة بعد ما خاض 16 مباراة. أما المتصدر حتى الآن نادي الزمالك اللي خاض 19 مباراة متصدر برصيد 41 نقطة. ويأتي نادي بيراميدز في وصافة جدول الدوري بعد ما خاض 18 مباراة برصيد 39 نقطة. تاني خبر معانا يا نهوان زي ما قلتي تجديد عقد مبابي ويمكن ده الخبر اللي كان مفاجأة كبيرة جدا جدا لكل متابعي الكرة العالمية في جميع أنحاء العالم بعد أنباء كتير باقتراب طبعا الفرنسي المهاجم الشاب الواعد لصفوف ريال مدريد. فجأة ويعني وفي خبر يعني يمكن كان صادم لمحبي ريال مدريد مبابي بيجدد عقده لباريس سان جيرمان لحتى 2025 ثلاث سنوات قادمة مقابل 300 مليون يورو. والمنشط اللي معانا بعد تجديد عقده مبابي يسجل هاتريك امام ميدز بالدوري الفرنسي. سجل طبعا كيليان مبابي بعد ما جدد عقده الهاتريك او اول هاتريك ليه بقميص باريس سان جيرمان بعد التجديد في المباراه اللي اقيمت امس امام فريق ميدز في ضمن منافسات الجوله 38 من الدوري الفرنسي اللي حسمه باريس سان جيرمان يعني منذ عده جولات. طبعا زي ما قلنا لكم مبابي جدد مقابل 300 مليون يورو. أما الخبر اللي معانا بعد كده في جريدة الأهرام لايبزيج يفوز على فرايبورغ بركلات الترجيح ويتوج بطلا لكأس ألمانيا. توج لايبزيج بلقبه الأول في بطولة كأس ألمانيا أمس بعد فوزه بركلات الترجيح 4 ركلات مقابل ركلتين على نظيره فرايبورغ بركلات الترجيح زي ما قلنا لكم بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق. كان لايبزيج كمان أنهى الموسم يعني في المركز الرابع ببطولة الدوري الألماني وضمن خوض منافسات دوري أبطال أوروبا في النسخة القادمة. آخر خبر معانا من جريدة الشروق نور الشربيني تواجه نوران جوهر في نهائي بطولة العالم للسكواش. كمان يا نهواند عايز أقولك إنه يعني النهائي إن شاء الله النسخة الحالية هو أطراف النهائي النسخة الماضية. نور الشربيني هتواجه نوران جوهر بعد ما تغلبت على منافستها نور الطيب. كمان محمد الشرباجي هيواجه علي فرج وده كان الأربع أطراف في النسخة الماضية في البطولة. نهائي مصري خالص ضمننا البطولة مصرية سواء على مستوى الرجال أو السيدات. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من جريدة اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. رائع جدا بنشكرك جدا على هذه التغطية الرياضية الصحفية يا نورهان. شكرا ليكي.